يسعد لي صباحكم مشاهدي قناة زاكروس الفضائية، وبالتحديد برنامجنا صباحي نسمات زاكروس. دائما جولاتنا جدا مميزة. اليوم الموضوع عن آخر الإصدارات وأحدث الإصدارات عن عالم الوشومات والتاتو. بالفترة الأخيرة صار إقبال جدا كبير من قبل الشباب وحتى البنات على الوشمات وأيضا الديزاينات المختلفة للتاتو. اليوم يدخل التاتو شيء مميز بعالم الجمال وأيضا التجميل. أنا حاليا بأحد المراكز الخاصة بالوشومات في العاصمة الحبيبة بغداد حتى نتعرف أكثر عن كل ما يجروه من تحديثات وأيضا رسمات مميزة والأحبار الأصلية، وأيضا حتى اليوم صار موضوع أنه الأجهزة الخاصة بالوشومات تجي أجهزة مميزة وحديثة وبنفس الوقت للاستعمال الواحد. طبعا حسين خبير تاتو راح يعرفنا عن آخر الوشومات وأيضا البراندات الخاصة بالأحبار. حياك الله حسين. هلا وبيج، شونك؟ الحمد لله الله يسلم. حسوني أنا جدا مميز شغلك، يعني كلش معجبة بي بصراحة، لكن أريد نعرف إقبال الناس على الوشومات، الشباب يمكن اليوم حتى البنات صاروا بفئة كبيرة اليوم يدخلون بعالم التاتو، يمكن كتاتو حواجب. جتنا تقنية 3D و6D صح؟ صحيح، وتقنية المايكرو. والله يعني هسه التقنيات الحديثة بدأت تنتشر انتشار واسع وإقبال شديد للناس على الوشم والتاتو الحواجب، وحتى الوشم يعني بدأت موديلات تطلع أكثر، بدأت التقنيات الأجهزة حديثة صارت مو مثل قبل. قبل كانوا بالأوبرا، اليوم لا، أجهزة تدخل بها أشياء، يعني عدة شغلات مميزة ما بيها آثار جانبية، ما بيها ألم ممكن يكون قوي، أكو حتى مخدرات خاصة. صحيح، موجود المخدر للوشم اللي هو بعد من الشخص يسوي الوشم او التاتو بعد بدون الم، مو مثل قبل. وزين، نشوف احنا حاليا اختاريت هذه الوشمه مميزه، انا عجبتني بصراحه، يمكن راح اسويها ولا طبعا هسه احنا شفنا الخطوات الاولى للعمل هي طباعه الرسمه، من بعدها يبدي انه يحددها، من بعدها اكو يعني عده طرق صح؟ اي صحيح، المنظفات والمعقمات والأوبر لاستعمال واحد، هذا شيء كلش مهم هسه بالوقت الحالي وبظل انتشار الأمراض الانتقالية. هسه بدأ كل شيء جديد استعمال واحد بالأوبر والباقي المعقمات. جميل جدا، طبعا هخليك تكمل شغلك ومن بعد أكيد إحنا مشاهدينا نشوف الرسمة النهائية والشكل اللي راح تطلع به هذه الوشمة. كن إذا تلاحظوني أنا أيضا مسوي وشومات مثل ما ذكرت، اليوم الشباب الكل صاروا يلتجون هو كشي تعبيري أو شي ممكن هم شي بشخصيتهم يحبون يرسموه، أو مثلا حبنا لشخص معين ممكن نكتب اسمه أو الأب أو الأم، كل هذه التفاصيل تدخل بعالم الوشومات. فخليكم ويانا مشاهدينا وجولاتنا مستمرة، تابعونا. لهذا اليوم عن التاتو وأيضا المواد الحديثة اللي دخلت عن طرق جدا مميزة. احنا بعالم تطور وحداثة، فأكيد كل شيء موجود يخص الجمال إلى فد أشياء مميزة. رح ناخد تفاصيل من حسين عن الأحبار اللي موجودة. حسين، يمكن أكو بعض الأحبار تكون يعني اليوم مثلا سوينا فد وشمة معينة بعد فترة اللون مالتها يروح، مثلا الأحمر يصير اللون مالتها باهت، الأسود يصير على زراق، شنو السبب؟ السبب إنه الأحبار اللي يعني موجودة بالسوق الأغلبية يجيبون مو أصلي. إحنا موجودة عندنا الأحبار الأصلية ده نستوردها استيراد خاص من شركات خاصة منافسة اللي هتنافس السوق بالدول الأوروبية، أحبار أصلية موجودة عندنا. حلو، كل زين.
طبعا هو اهم شيء انه يكون الحبر زين. التاتو على اكثر شيء شنو يعتمد؟ على اللون لو على طريقه الوشمه او عن طريق يعني اريد اعرف هذا تفاهم. والله الحبر يعتمد انه يعني العمل يعتمد انه الحبر اذا يكون اصلي او الشخص صاحب خبره او مو خبره، هذا كله لازم تكون خبره عنده في مجال الشغل هذا، والحبار شلون ياخذ الاصلي من المو اصلي بالتفاصيل. يعني هذا الموضوع ايضا يدخل موضوع فن، يعني اليوم الوشم او طريقه يعني وشمته، او احنا مثل ما نقول بالجهاز الخاص يحتاج لدقه، يعني ممكن اقل غلط بسيط انه تخرب الوشمه. وهذا الموضوع موضوع عمر راح يبقى، يعني لا يوم ولا يومين، يعني راح يظل طول العمر ويانا. زي النصيحه حسوني لكل الناس اللي هم عندهم حب لهذه التفاصيل، انه يختارون الوشام الصحيح اللي يشتغل، يشوفون شغله بالبدايه، يشوفون عمله، يلا وراها يبدون يسوون الوشم ويتاكدون انه الاحبار اصليه وتبديل الاوبر، انه الاوبر جديده نظيفه مو شيء مستعمل وقديم ومشتغل الاكثر من شخص به، حتى ما سبب امراض عندنا بالمستقبل. شكرا دليلين. وأتمنى لك الموفقية. طبعا مشاهدينا شفنا جولتنا لهذا اليوم عن التاتو وأيضا الرسومات. اليوم مو فقط أكو موضوع وشومات في داخل المركز، لا، اليوم بيرسينج أيضا يدخل شيء جمالي كثقب الإذن، السرة، كهذه التفاصيل، الحواجب، يعني كل شيء موجود صار اليوم عندنا ومتاح. فبالتالي إن شاء الله إحنا أكيد نسونا في الموضوع أيضا عن إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هذه عودة لكم زملاء داخل استوديو برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس. تقبلوا تحياتي يعني رائدة فاضل وتحيات كل كادر العمل. مع السلامة.